لما دخل في بدايه السنه دخل على السوبر الافريقي مظبوط، فما كانش عنده وقت انه يدخل وسط الفرق اكتر. مظبوط، ما هو انا بقول عشان كده المعسكر فرصه انه هو نهب جون ودخل كمان على فتره يقدر معنوياته مرتفعه ويقدر كمان اذا مثلا ناقص حاجه في النواحي البدنيه، ناقص حاجه في 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 حاجات داخل الفرقه حتى الفه والجو يبقى معاه لعيبه اكتر ياخد عليهم اكتر، فهي فرصه للاثنين فتره الاعداد دي، واكيد فرصه لبقيه المجموعه كلها انك اللي ما كانش جاهز قوي بقاله فتره بعيده يجهز اكتر، زي ما قلت فرصه كبيره جدا لمجموعه الناشئين وكلنا، انت لعبت كده يا اسامه وانا لعبت كده، الفرص بتيجي كده، الفرص بتيجي كده، ممكن معسكر زي ده تلاقي علمت مع كولر واحد او اتنين بقى في دماغه، وتلاقي مثلا خلاص بقى هيقول لك ده معايا على طول. حصلت مع لما كنت شغال مع جوزيه مع حسام عاشور فتره، نزل اتفرج عليه في قطاع الناشئين اقتنع بيه قوي، خده مفيش ماتشين ثلاثه لعب اساسي على طول. تمام، وانت بتتكلم يا كابتن اسامه معانا دي لقطات يعني حصريه معانا على قناه الاهلي، وصول فريق النادي الاهلي لملعب المباراه في ملعب اتحاد كلباء النهارده، مباراه الاهلي امام الاخدود السعودي، وهتكون معانا المباراه على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي. الكابتن اسامه عمل مقارنه مهمه جدا، اللي هي دي مقارنه جميله جدا، اللي هو بيقارن ما بين بدايات انتوني موديست وبدايات اسامه ابو علي. اسامه ابو علي النهارده داخل مفروض ان هو بقاله ايه يعني بقاله اسبوعين او ثلاثه مع الفرقه بيتمرن، بيلعب ماتشات تحضيريه حتى لو ايه لسه مش الناس مش هتستعجل عليه، الانسجام بيتم بشكل كويس. موديست عكسه، موديست جه لعب السوبر الافريقي في محافل كان لسه حتى اللغه بتاعته مش منسجم مع زمايله، لسه ما يعرفش اللعيبه، فالمقارنه دي جميله جدا. وبصراحه يعني نتمنى التوفيق للاثنين، سواء موديست واسامه ابو علي، النهارده بيبقى عندك اثنين راس حربه ومعاك طاهر كمان بيلعبها. طيب ايضا برضو عايز اقف قدام مصطفى شوبير. مصطفى شوبير بعد النهارده الخبر للاسف يعني اصابه محمد الشناوي، هي اصابه قويه في بخلع في الكتف. تجهيز مصطفى شوبير مهم جدا عشان هو الفتره اللي جايه يعني هو اللي هيشيل يعني زي ما بيقولوا حراسه مرمى النادي الاهلي.